الفصام اللي حكينا عنه بالجلسة الماضية. كم اليوم عندنا تشخيص الفصام؟ شو أنا بشخص سكيزوفرينيا؟ شو الكلينيكال أبروش أو المقاربة السريرية لهذا المريض أو الصورة السريرية اللي بيجي فيها مريض سكيزوفرينيا؟ شلون أنا بقدر بشخص الدايجنوزز تبع الفصام؟ وشو هو البروجنوزز تبع الفصام؟ وشو الكالسيفيكيشن تبع الفصام؟ المحاضرة طويلة، والمحاضرات أنا شايفها كتير طويلة من حيث السرد، مثل ما قلنا فيها كتير معلومات ممكن تكون هي المعلومات شوي بتميل للشغلة اللي بتصير أحيانا تخصصية حسب ما شفت. فبدنا نحاول نبسط المعلومات قدر الإمكان بحيث مثل ما قلنا دائما نقارب ونسدد اللي نوصلكم الشيء ممكن اللي بهمكم أو لازم يضل معكم. وهي مثل ما تعرفوا مادة الطب النفسي وخصوصي هي بالأصل مادة نوعا ما جافة، فيها كلام كتير، وإذا واحد طبعا ما عنده شيء من الناحية العملية، يعني مثلا ما شاف مريض أو حالة سريرية فيما يخص الاضطرابات اللي نحن عم نحكيها، بيبقى شوي التصور الشيء اللي عم نحكيه ممكن يكون صعب عليه أو يلاقي في موضوع فيه صعوبة باعتبار ما مقرون اللي بحالات سريرية ممكن واحد يشوفها أو جزء خلينا نقول براكتس أو جزء ممارسي أو عملي للمواضيع اللي نحن عم نحكي فيها. وبيجيك فوق المنة بيجي الأمور كما بتجي أونلاين كما بتزيد تعقيد الأمور أو بتزيد طيب بلي. فبدي أحاول أنا أبسط المعلومة أو المعلومات الموجودة في هالمحاضرة قدر الإمكان. ممكن مثل ما قلنا ما نتقيد بالسرد الحرفي الموجود في المحاضرة بحيث ان انتم بتقروا رح تقروا المحاضرة بشكل مفصل، وممكن اللي في شيء اللي ما بنجي عليه او ما حكينا ممكن ان انتم لما تقروا ممكن توصل فكرة لكم احسن. بنجي على الفصام اللي بدي يضل بالكم بالنسبة للفصام، ان الفصام هو جزء من الذهالات، قلنا الذهال أو السايكوزيس هو الكلمة الأعم أو الأشمل أو المظلة اللي بيدخل تحتها مريض موضوع أو مرض الفصام. قلنا مرض الفصام هو الفصام ليش قلنا هو مرض يعتبر يعني مرض نوعا ما هو مرض كرونيك، مرض مزمن، مرض بتداول كل شيء عند الشخص، يعني مرض بصير فيه أعراض وعلامات أو اضطرابات تشمل تقريبا كل النواحي موضوع اللي بعاني النواحي الشخصية، يعني بصير مثل ما قلنا فيه اضطرابات بالتفكير اللي بتكون اضطرابات التفكير هي اضطرابات شكل ومجرى ومحتوى التفكير، اضطرابات في الإدراك، اضطرابات التفكير بشكل أساسي واللي راح نرجع اليوم نذكر فيها اللي هي موضوع الديليوجن أو التوهمات. بصير في اضطرابات في الإدراك على مستوى الإدراك، يعني مستوى إدراك الواقع أو العالم الخارجي عن طريق اضطرابات موضوع بالحواس، أنه مهم الشيء هي الهلوسينيشن أو الإهلاسات. صير فيها اضطرابات أو تبدلات موضوع بالشخصية، بصير بكتسب الشخص صفات وسمات ما كانت موجودة عنده سابقاً. بصير فيه طبعا اضطراب بالوجدان، اضطراب بالإرادة، الانسحاب موضوع الاجتماعي، فبشوف اللي اضطراب طبعا موضوع بالكلام، بيصير عنده موضوع اضطرابات بالكلام لأن الكلام هي مرآة الأفكار. فإذا الشخص عنده موضوع في مشكلة بالتفكير فأكيد كلامه ما راح يكون يعني طبيعي أو سوي، ما دام عنده اضطرابات في التفكير والكلام هو مرآة الأفكار فراح يكون عنده اضطراب بالكلام، عنده اضطراب بالسلوك،
راح نشوف أو بنشوف عند مرضى السكيزوفرينيا أو مرضى موضوع الفصام، بنشوف عنده سلوك مشوش، سلوك شاذ، سلوك ما بتناسب مع العادات والأعراف الموضوع الاجتماعي أو القواعد الاجتماعية، مثل ما راح الموضوع يشوف. فبيشوف معناته أن الفصام ليش هو يعتبر من أخطر الأمراض بالطب النفسي، أنه هو مرض ويصنف طبعا هو ضمن الاضطرابات أو الأمراض العقلية المنتال ديسوردر. طبعا بصير فيه أنه كمان في اضطراب بالبصيرة أو الإنسايت عند المريض. المرض هدول بنلاقي فوق يعني هي الأعراض الكبيرة واللي بتتداول أكثر، بصير فيها في أكثر من جانب عند الشخص، بصير فيه خلل اللي المريض ببقى البصيرة بتكون عنده عند مرضى الفصام بتكون البصيرة معدوبة. إلا شو البصيرة يعني وشو بتأثر وليش اللي إذا كانت اللي خلل الموضوع بالبصيرة بزيد الطيب بلي، اللي البصيرة بتكون معدومة. يعني هذا الشخص المريض اللي بعاني من الفصام اللي هو ما بعترف انه هو مريض، هو ما مريض، هو ما بحاجة معناتها العلاج، هو ما بحاجة يراجع طبيب، هو ما فيه شيء. فهذا راح يخليه اللي ما راح يروح يراجع موضوع طبيب او يقصد العلاج، باعتبار انه هو شخص مثل ما قلنا البصيرة عنده معدومة، ما مدرك له مرضه. وبخلي كمان اللي بدخل اللي طبعا البصيرة بتدخل في ايش، في المطاوعة. يعني شو المطاوعة؟ يعني المطاوعة العلاج، يعني الشخص مريض فصام مثل ما انه ما بقول انا مريض او ما بعترف اللي هو مريض وهو ما فيه شيء، فليش بدي اخذ الدواء؟ على اي اساس انتم بدكم تعطوني هالدواء؟ ليش هذا الدواء؟ روحوا انتم تعالجوا، انا ما بدي موضوع علاج، انا ما بدي دواء، انا ما فيني شيء. فهذا راح يدخل مثل ما قلنا في المطاوعة، معناته المريض هو غير مستبصر أو البصيرة معدومة ومطاوعته على العلاج معدومة. فشو الموضوع بده يتحسن؟ يعني لهذا المريض شلون بده موضوع يتحسن ويرجع للواقع؟ إلا الفصام هو يعني ككلمة ما هي عبارة، يعني الفصام بالشخصية ما هو إن الشخص في شخصيتين، ما هي شطار بالشخصية. الفصام هو الانفصال عن الواقع. الانفصال عن الواقع يعني إلا الرياليتي تيست أو اختبار الواقع بكون عنده سلبي. يعني الشخص انفصل عن الواقع وعاش مع أوهامه، مع إحساساته، موضوع مع الشيء اللي هو موضوع بتخيله أو عم بتوهمه. نحكي على تشخيص مثل ما قلنا نحن اليوم رح نحكي على الصورة السريرية للفصام. قلنا موضوع الفصام تحطه مثل ما قلنا رح نحكي بشكل عملي أكثر، بحيث اللي المعلومات اللي بتهمكم نحن بدنا تركز. بنقول ما في فصام بدون أوهام أو إهلاسات. ليش نحن دائما بنركز على هدول العرضين؟ وهن طبعا من الأعراض الأكتف فيز أو أعراض الطور الإيجابي. يعني أنا كطالب طب أو أنا حتى موضوع كطبيب ما بقدر بشخص فصام دون وجود أوهام أو إهلاسات. أو يعني ممكن أشوف مريض فصام عنده توهمات، عنده ديليوجن وما عنده إهلاسات، تمام بقدر بشخص، بالإضافة طبعا للأعراض التانية. ممكن أشوف مريض فصام عنده إهلاسات سمعية أو بصرية أو ذوقية أو لمسية أو شمية بدون ما أشوف عنده توهمات، بالإضافة طبعا للأعراض التانية بقدر بشخص عنده فصام. بس بدون مريض ما عنده أوهام، مريض ما عنده أوهام وما عنده إهلاسات وأجي أشخصه فصام، ففي إشكالية كبيرة. ولازم اللي دائما يعني هذا موضوع التشخيص اللي قبل ما واحد يطلقه يعني يعد للمليون، إذا شخص ما عنده توهمات، ما عنده موضوع إهلاسات أو إهلاسات، يجي يقول اللي هذا الشخص معه فصام. نحكي على التوهمات بشكل أكبر اللي شوي، أو نحكي شوي بالتفصيل على التوهمات. بقول لك 70% أو أكثر من 70% من مرضى الفصام شايفين إن هن بكون عندهم توهمات. التوهمات قلنا وين الخلل؟ التوهمات هي اضطراب في محتوى التفكير، في الزوتس،
يعني التوهم اللي هو اعتقاد خاطئ راسخ ثابت، تمام، يعني راسخ ثابت غير قابل للنقاش أو التصحيح. ما بقدر اللي هذا، شقد ما ناقشت المريض شقد ما حاولت أصحح له، هو ما بصحح ما بصحح وبضل بيعتقد هذا الاعتقاد الخاطئ الراسخ الثابت. طبعا هذا الاعتقاد هو مرتكز على استنتاج غير دقيق للخارج. يعني هذا موضوع الاعتقاد اللي هو خاطئ واللي هو راسخ، شلون بتقولوا لي اللي بنى هذا المريض هذا الاعتقاد أو هذا الشخص شلون يعني كون هذا التوهم أو كون هذا الاعتقاد؟ بقول بناه على أسس غير صحيحة، يعني مبني على أسس غير صحيحة أو يرتكز على استنتاج غير دقيق للواقع الخارجي. يعني إذا قلنا بيجي مثلا نقول توهم شخص فصامي عنده توهم الاضطهاد أو الـ persecution. persecution delusion of persecution، يعني هو عنده توهم اضطهادي. يعني مثلا بيجي بنقول اللي بقول اللي أهلي ضدي، أهلي أمي ما بتحبني، لو عندي يعني هدول بان أهلي، هدول ممكن لقوني بالشارع وربوني، اللي بكرهوني، اللي عم يتآمروا علي، اللي بدهم أي فرصة لحتى موضوع يخلصوا مني، اللي عم شوهوا سمعتي، اللي سبب كل مشاكلي، هن هن هن، تمام. فهذا موضوع التوهم نحن بنعتبره اللي هو توهم الاضطهاد. يعني بنقول له، يعني مثلا بتيجي بتقول له يعني في أهل بكرهوا ابنهم، في أم بتكره ابنها، معقول اللي هلا اللي كل هذا الفترة موضوع طويل، معقول اللي هدول بان أهلك، معقول اللي هدول بان أخوتك؟ يعني شلون يعني عم تقول اللي هن مثلا ربوك أو لاقوك في الشارع، أو اللي أهلك اللي عم حاولوا يخلصوا منك أو ما بحبوك، أو بقول لك لا أنا متأكد أنا 100% اللي هن عم يأذوني، أو أمي ما جوزتني لحتى أضل خدامي عندها. يعني كان عندي موضوع مريضة مريضة اللي عندها بالتوهمات هاي الاضطهادية، بتقول أنا أمي هي طبعا ما تزوجت، كل خواتها تزوجوا بس هي ما تزوجت، الله ما طلع نصيبها، تمام. بتقول أمي ما جوزتني، أو أمي كل ما بيجي حدا مثلا يتقدم لي أو بده يخطبني بحاولوا يطفشوه أو طالعوا له ألف عذر شان ما تجوزني، شان أضل خدامي عنده وعند بناته. شوفي عنده وعند بناته. طب قلنا له هدول بناته من خواتك؟ قال لا ما خواتي هدول، لأن هي موضوع أمي دائما مثل ما قلنا بتعاملني معاملة خدامي، وفكرتني انا خدامي عندي، انا بدي اطبخ له وانا اجلي له، وانا بيجوا خواتي بدي اسكت لهم الاولاد. فشايفين هذا التوهم، التوهم البيرسكيوشن، التوهم اللي هو الاعتقاد خاطئ راسخ يرتكز على استنتاج غير دقيق للواقع الخارجي وغير قابل للتصحيح. شقد ما ناقشت المريض وشقد ما حاولت تقنعه ان هذا الكلام مو صحيح ما راح يقتنع منك. فقلنا هذا التوهمات في إلى عدة موضوع أشكال. يعني هلا في لكل توهم، التوهمات اللي راح نذكرها في إلى موضوع تعريف، بس ما راح ندخلكم نحن موضوع كمان مثل ما قلنا بهذا المجال. بكفي اللي تعرفوا فيه اللي أنواع للتوهمات، وبتعرف اللي بكفيني أنا تعرف شو تعرف اللي التوهم، والتوهم اللي شو تعريفه طبعا. والتوهم هو مثل ما قلنا بالأعراض اللي من اضطرابات محتوى التفكير، وبنشوفها تقريبا عند 70% أو أكثر من 70% من مرضى الفصام. في توهمات، التوهمات الاضطهادية، في توهمات العظمة، هذا الشخص اللي بحس حاله اللي هو مثلا رئيس العالم أو رئيس دولة، أو هو أحسن من الناس كلها، أو هو عنده إمكانيات وقدرات ما موجودة عند غيره. هذا التوهم الجرانديوز عند الأشخاص، توهم العظمي، توهمات الإشارة أو الإسناد أو الريفرنس. توهم الإشارة بشوف اللي الناس كلها عم تحكي عليه، إذا شاف اثنين بالشارع عم يحكوا مع بعضهم ففكروا إن هن عم يحكوا عليه، إذا حدا طلع عليه تطليعة ما مزبوطة بفكر بقول هذا شو بده مني، ليش عم طلع علي موضوع هيك. إذا ممكن بوسائل التواصل الاجتماعي على الفيس، إذا في منشور على الفيس أو حدا حاطط حالي بقول ليش هذا حط حاطط الحالي أو ليش حط هذا الحالي، فهو قصده اللي علي أو هو مستقصدني.
أو توهمات المراقبة أو التوهمات الجسدية أو توهمات الخيانة أو الغيرة، اللي هي الخاصة بالشريك، بيقولوا اللي فيه طبعا اللي عنده توهم غيرة أو الخيانة، اللي هو دائما عنده شك في إخلاص أو الشريك اللي ممكن اللي يفكر اللي هو اللي زوجته مثلا عم تخونه، زوجته إذا طلعت مثلا بدون ما تاخذ اذنه او تاخرت، فمعناتها الله عليم وين راحت، مع مين مشيت، ليش عم تجي موضوع هاتف، ليش هي النغمه معينه اللي عم دقولها، ممكن هو يدق على هاتفه فيشوفها مشغول مثلا مشغول، او يكتب اللي الشخص لديه مكالمه اخرى، يدق على الشخص نفسه بنفس الوقت، بدق على الشخص اللي هو عم شك ممكن يكون على علاقة مع زوجته، وكمان اللي ممكن يكون بالصدفة اللي هذا الشخص كمان يكون عنده مكالمة، بقول شوف هدول عم يحكوا مع بعضهم أو هي عم تحكي مع بعض عم تحكي معه، لأن اثنيناتهم هاتفون مشغول بنفس اللحظة. فهذا توهم الغيرة أو الخيانة، في التوهمات العدمية، في التوهمات الدينية، في توهمات الكنترول التحكم أو السيطرة، في التوهم البيزار أو التوهمات الغريبة، في توهم العشق أو هوس العشق، اللي هذا التوهم تقريبا خاص موضوع بالنساء، اللي هي بتعتقد اللي هي اللي شخص مشهور أو محبوب أو معروف هو بحبها أو بعشقها، وهو يعني بيقول لي والله الفنان الفلاني مثلا، هي بتتوهم اللي هو بحبها أو بعشقها، اللي هو نزل هاي الغنية وكتب هاي الغنية هو قصده أنا، أو هو اللي نزل لي هاي الغنية إلي، أو هو بخطابه أو بكلامه إذا كان رئيس دولة مثلا، اللي بخطابه هو اللي هذا بكلامه هو عم قصدي إلي. فهي موضوع بالنسبة للتوهمات، وإلا هي الأساس في الفصام، يعني مثل ما قلنا ان اكثر من 70% من الاشخاص اللي عندهم فصام بيشوف اللي الفصام فيه توهمات. الموضوع الاهلاسات، سجينا موضوع الاهلاسات، لاني مثل ما حكينا اني ما في عندي مريض فصام بقدر بشخصه بدون وجود اهلاسات او توهمات. حكينا شوي عن التوهمات، نحكي عن الاهلاسات. قلنا الاهلاسات هي ادراك دون وجود منبه خارجي، يعني الاهلاسات هي اضطرابات في الادراك وليس اضطرابات في التفكير. فالاضطراب في الادراك شلون انه نحن بندرك العالم الخارجي، بندركه عن طريق الحواس الخمسة. فالتعريف الاهلاسات هو انا عم بسمع شيء بس ما في حدا، ما في صوت، انا عم بسمع بس بدون وجود منبه خارجي. فالاهلاس هو ادراك دون وجود منبه خارجي. الاهلاسات اللي هي بتشمل الحواس الخمسة، الحواس الخمسة معناتها انا ممكن عم بحكي عن الاهلاسات السبعية، اللي هو عم بسمع صوت بس ما حدا بسمعه غيره او ما حدا عم بسمعه غيره. والاهلاسات السمعية بشوفها بحوالي بقول لك من 70 حتى 90% من مرضى الفصام، يعني الاشخاص اللي بتشخص لهم فصام الاهلاسات السمعية ممكن توصل لحتى من 70 ل 90% من مرضى الفصام عندهم هي الاهلاسات السمعية. طبعا الاهلاس، حتى اقول الاهلاسات، يكون الشخص بكامل وعيه، يعني بحالة اليقظة، اللي بتعرفه أو ممكن نحن حكينا اللي في إسهالات أهلاسات عفوا، في أهلاسات ممكن أنا أشوفها عند الاستيقاظ أو بداية النوم أو عند الرقاد. يعني في أشخاص أول ما بده يدخل في النوم، قبل ما يدخل موضوع في النوم، ممكن اللي يسمع موضوع أصوات أو يشوف أشياء أو إلى آخره، هي إهلاسات عند الرقاد. أو ممكن لما الشخص في فجأة يكون موضوع نايم وحدا فيقه موضوع فجأة، أو في فجأة ممكن اللي يسمع موضوع أصوات أو يسمع موضوع شيء أو يشوف شيء وهن طبعا ما موجودين. بنقول عنهم إهلاسات، وهي حالة موضوع نورمال، حالة موضوع طبيعية هي الإهلاسات.
عد الرقاد أو الهلاسات عد الاستيقاظ هي حالة نورمال، حالة نورمال طبيعية عند الأشخاص. بينما الإهلاسات لما بتكون مرضية هي بتكون لما الشخص بكامل وعيه، يعني الشخص فايق مستيقظ وبقول لك، تقول له عم تحس شيء في صوت بأذنيك، بتحس بتختبر شيء بجسمك مو طبيعي، بتحس إن في شيء هيك مثل وشي بأذنيك أو كأن في حدا بيحكي معك. إيه بقول لك، إيه أنا بسمع موضوع صوت، إن في صوت بحكي معي وبقول لي ساوي هيك وعمل هيك وانت هيك، وبعلق على تصرفاتي او بأمرني اني اساوي هيك، او بحس ان في اثنين عم بحكوا مع بعضهم وانا المقصود بكلامهم. يعني الاهلاسات الشخص الثالث، في اثنين عم بحكوا بتناقشوا مع بعضهم حول المريض، هي تسمى بإهلاسات موضوع الشخص الثالث. أو ممكن أنا طبعا مثل ما حكينا، الأشخاص الفصاميين أو اللي عنده موضوع فصام هو بنكر هاي الأعراض، بنكر موضوع هاي الأعراض اللي المرضى تقريبا بالربع، بقول لك تلت المرضى لما بتسألي على أو واحد بيسأله على الإهلاسات هو بنكر هاي الأصوات أو بنكر وجود هاي الإهلاسات. بس ممكن نحن نشوف اللي هو لو نكر بنشوف من تصرفاته أو من سلوكه بالبيهيفير اللي سلوكه يعبر اللي هو عم يسمع أصوات. يعني مثل إيش اللي نحن بنسأل أهل المريض أو المرافقين، بنقول لهم ابنكم تحسيه عم يحكي مع حاله، بتمتم هيك لحاله، يعني بتشوفي اني مثلا انتم باركين معه او لما تشوفوه هو بارك، كان لي موضوع اللي في حدا عم يحكي معه، او بتمتم موضوع بتمه كاني عم بحكي مع حدا، بقول لك ايه، او بنقول له بتضحك لحاله او ببكي لحاله مثلا، فجاه اكون الموضوع هو بارك، ما في شيء لا بضحك ولا يصير موضوع الضحك، ولا في حدا عم يحكي نكته ولا حدا عم بهرج ولا شيء، تلاقي ما فجاه ولا صار يضحك المريض لحاله. هذا ممكن يعبر اللي مثل ما قلنا، هذا سلوك إلى سوى الضحك، لأنه في شيء حدا عم يحكي معه، ممكن حدا عم يحكي له نكتة أو حدا عم يحكي له موقف أو بعلق على تصرف معين، فهو موضوع بصير المريض موضوع الضحك. أو اللي مثلا المريض بحط بيجي بسكر أذنيه، بسكر موضوع أذنيه بقطن أو بأي شيء تاني شان موضوع هاي الصوات تخف أو ما يسمح الصوت. اللي عنده إهلاسات موضوع سمعية اللي يحط هيدفون على أذنيه ويعلي، فرضا يعلي الموبايل أو المسجل يعلي موضوع الصوت كثير عشان يشوش على هي الأصوات، أو عشان اللي هي موضوع الأصوات يشوش أو يخف من حدتها أو ما ياخذ ويعطي معه، لأنه ممكن هي كثير ممكن يكون عم تزعجه أو عم تصير أو عم تخليه في حالة موضوع هيج. ف مثل ما قلنا الإهلاسات موضوع السمعية هي كمان موضوع من الأعراض الأساسية اللي بنشوفها بالمرضى الفصام، ممكن توصل إلى 90% من الأشخاص اللي عندهم فصام بكون عندهم إهلاسات موضوع سمعية. والأشخاص هون بنكروا هدول الأصوات، ممكن نحن بالسلوك اللي ممكن نشوفه عند الشخص اللي ما يسبب سلوك الإهلاسي، هذا السلوك ممكن يعبر اللي هذا الشخص لو نكر اللي هو عنده إهلاسات، بس من هالسلوكيات ممكن أعرف اللي هذا الشخص هو عم بسمع أصوات. مثل ما قلنا الإهلاسات السمعية وهي الأشع والأهم، في الإهلاسات موضوع البصرية أيضا موضوع موجودة وممكن نشاهدها بنسبة، بس دائما نخلي بالنا اللي إذا شفنا موضوع شخص وما حسينا اللي شفنا عنده بس إهلاسات بصرية، بس إهلاسات بصرية بدون الإهلاسات السمعية، دائما يجب نفي السبب العضوي، دائما يجب نفي السبب العضوي. لما انا بشوف اهلاسات بصريه يعني الشخص عم بشوف نقاط مضيئه، الشخص عم بشوف وبضات، الشخص عم بشوف فريق قدام عينيه، الشخص عم بشوف مثلا اشخاص ما موجودين، تمام، اللي او بتهيأ له مثل ما قلنا اشخاص ما موجودين، إهلاسات البصرية. وخصوصي لما بتكون لوحدنا لازم ننفي السبب العضوي قبل ما نقول اللي هاي الإهلاسات هي إهلاسات بصرية وفي إطار موضوع اضطراب ذهاني أو اضطراب فصامي. يعني الإهلاسات البصرية، اللي مثل ما بتعرفوا العصب البصري هو الأكثر مسيرا
في داخل الجبجبة أو داخل الجبلة العصبية المركزية. فالإهلاسات البصرية لما بتكون موجودة وغير خصوصي مثل ما قلنا، لما تكون لوحدها أو غير مترافقة مع الإهلاسات موضوع السبعية، فأنا دائما لازم أنفي السبب العضوي أولا، أو بقول اللي هي الإهلاسات في سياق اللي هذا موضوع الشخص عنده إهلاسات، إهلاسات موضوع ب إهلاسات موضوع سمعية أو إهلاسات بصرية. طبعا الإهلاسات اللي مثل ما قلنا الإهلاسات والأوهام اللي ما بقدر بدون وجود واحد من هدول العرضين اللي هي قلنا التوهمات اللي حكينا موضوع عنها والإهلاسات، قلنا طبعا اضطراب البصيرة حكينا اللي مرضى الفصام اللي عندهم فصام البصيرة بتكون عندهم معدومة أو مضطربة. يعني البصيرة شغلة هو عرض، اضطراب البصيرة هو عرض أساسي بالأعراض الفصام. هلأ في شيء اسمه عندنا شيء اسمه أعراض سلبية للفصام. الأعراض موضوع السلبية للفصام في أعراض إيجابية وفي أعراض سلبية. الأعراض الإيجابية هي كل شيء بزيد، يعني كل شيء خلينا نقول ما موجود عند الشخص الطبيعي. لما كل شيء ما هو موجود عند الشخص الطبيعي فهو عرض إيجابي، كل شيء بنحذف بالصورة السريرية الطبيعية للشخص فهو عرض سلبي. يعني الشخص الطبيعي هل هو بيجي بسمع أصوات؟ يعني بسمع أصوات اللي الأشخاص ما موجودين بيجي بسمع أصوات ويكون غرفة لحاله بسمع أصوات اللي في حدا بيحكي معه في حدا عم بأمره، أو بصير عنده موضوع توهمات اللي الناس عم تراقب لي أو في حدا عم راقب لي أو في حدا عم يعرف تحركاتي أو الناس بتكرهني. هاي ما شيء موجود عند الشخص الطبيعي. فلما بنشوفهم هدول التوهمات معناتها والإهلاسات هي أعراض إيجابية لأن هن ما ضافوا للصورة السريرية عند الشخص الطبيعي. والشيء اللي بنحذف من الصورة السريرية للشخص الطبيعي هو بسميه الأعراض السلبية. يعني شو الأعراض السلبية؟ من الأعراض السلبية بقول لك قلة الكلام أو عي الكلام أو الألوجيا. الألوجيا أو اللي هي مثل ما قلنا نقص الكلام، يعني بيشوف إنه موضوع الشخص يعني بدك تسحب منه الكلمة سحب أو ما بدك تسحب منه الكلمة سحب، أو اللي ممكن هو اللي كل نص ساعة بحكي موضوع ممكن يحكي كلمة، أو بتسأله 20 سؤال لا يحكي لك موضوع كلمة أو يجاوب بكلمة أو ما يجاوب. يعني هذا الألوجيا هي عي الكلام وهذا مو شيء طبيعي عند الشخص. فقلة الكلام هي من الأعراض موضوع السلبية اللي ممكن نشوفها عند الشخص اللي عنده موضوع فصام. إيش ممكن أشوف الأعراض موضوع السلبية اللي ممكن أشوف اضطرابات أو انعدام المتعة أو ما يسمى بالإنهيدونيا. الإنهيدونيا يعني بقول لك ما في شيء، ما ببسط في شيء، ما بحس بسعادة. يعني يا دكتور أنا يعني صح إني أنا مثلا تحسنت أو المريض صرت أحسن وراحوا الأوهام وراحوا الإهلاسات، بس بحس إن هاي الدنيا فاضية، ما بحس، ما بنبسط بشيء، لا عم بنبسط بالأكل، لا عم بنبسط ببركة، لا عم بنبسط بطلعة، ما في شيء عم بحسني بحس موضوع فيه بالسعادة اللي هي طبعا من أعراض الانفصام السلبية، الإنهيدونيا، قلة الكلام، انعدام الأنشطة أو انعدام الحافز. شخص بفقد إرادته، ما عنده رغبة، ما بيشتغل، ما عنده رغبة يكمل دراسته، ما عنده رغبة اللي مثلا يتزوج، ما عنده رغبة مثلا يحافظ على شغله أو يطور شغله. هذا الانعدام موضوع الرغبة أو الدافع أو الحافز. طبعا اللي بالأعراض اللي ممكن كمان بالأعراض السلبية اللي بنشوفها بمرضى الفصام هو بنسأل اللي ابنكم مثلا بيهتم بحاله، بروح عند الحلاق، بتحمم ولا بتجروه جر على الحمام، أو كل موضوع شهر ليتحمم مرة، أو بتلاقي شعره هيك كبير ودقنه وما في اهتمام موضوع بحاله ولباسه ورس. يعني هذا اللي بالأعراض طبعا السلبية. الإهمال الذات وإهمال النظافة من الأعراض موضوع السلبية اللي ممكن
أشوفها عند الشخص اللي عنده في صوت. طبعا الانسحاب الاجتماعي حكينا عنه، السوشيال ويزدراول يعني هذا الشخص ببقى دائما انطوائي منعزل، ما بحب خلطة الآخرين، ما بشارك في الأنشطة الجماعية، دائما شخص حاله بموضوع حاله بحاله، لا عنده مثل ما قلنا عنده لا مبالاة، لا مبالاة بكل شيء، لا مبالاة بنظره الخارجي، لا مبالاة بموضوع الشغل، لا مبالاة بأي موضوع شيء يعني ممكن اللي يدفعه يكون موضوع أحسن. فهي موضوع الشيء موضوع الأساسي اللي ممكن نقول عنده عند مريض الفصام اللي ضروري من حيث التشخيص. طب أقول لك شقد مدة هاي الأعراض؟ بقول لك أعراض موضوع الفصام كمدة كديوريشن، طبعا هو نحن شباب ما كتير يعني حتى لو قلنا لكم بس أنتم ما رح تقدروا تميزوا. يعني هلا هو الفصام في عنده شيء اسمه أعراض بادرية أو برودرومال سيمتومز، وفي أعراض الطور الفعال أو الأكتيف فيس اللي حكينا عنه الطور الفعال، وفي عندنا شيء اسمه ريزدرول أو الأعراض المتبقية سيمتومز. المدة كاملة لهي الأطوار الثلاثة لازم تكون على الأقل 6 شهور، على الأقل 6 شهور من شهر واحد اللي لازم يكون في عندنا أعراض من الطور الفعال. أعراض الطور الفعال اللي هي مثل ما قلنا هي الإهلاسات، التوهمات، اضطراب بالكلام، اضطراب بموضوع بالسلوك، الأعراض موضوع السلبية للفصام، الإهمال موضوع الذات، الانسحاب الاجتماعي، تبلد الوجدان أو تسطح موضوع الوجدان أو إلى آخره. هي تسمى أعراض الطور الفعال. فمعناتها مدة الفصام أو الديوريشن بالأطوار الثلاثة هي 6 شهور على الأقل، من هال6 شهور لازم يكون في عندي شهر عانى فيه موضوع الشخص من الأعراض هاي الإيجابية، أو بقول لك 2 بالخمسة أو 3 بالخمسة الأعراض اللي حكيناها اللي هي مثل ما قلنا الإهلاسات هي بند، التوهمات بند، اضطراب الكلام بند، اضطراب بالسلوك بند، والأعراض السلبية بند. 5 بيكون عنده 3 على الأقل من هالخمسة اللي تسمى الأعراض الإيجابية، ولازم تكون المدة شهر على مثل ما قلنا شهر على الأقل. فمعناتها تشخيص الفصام مش قد بدي وقت، بدي 6 شهور. هال6 شهور بيكون ضمن حكم شهر شهر عندي أعراض، عندي 3 بالأعراض موضوع الإيجابي اللي هن 5 للفصام. طبعا الانفصام أنا بقدر بشخصه بس هذا بهذا المعيار، لا بقول لك في هذا المعيار A بس. المعيار B لازم ما يكون، طبعا مثل ما بتعرفوا أنا حتى أشخص أي اضطراب نفسي لازم أنفي الأسباب العضوية، يعني هاي الأعراض غير ناجبة، هاي الأعراض مثل ما قلنا غير ناجبة عن حالة طبية عامة أو سوء استخدام مواد. يعني هاي الأعراض ما مرتبطة بتعاطي الشخص لمادة ممكن تساوي أعراض نفسية، أو اللي حالة طبية عامة ممكن تعطيني نفس هذه الأعراض. مثل مثلا شخص عنده رد رأس، شخص عنده ورم دماغي، هاي الورم الدماغي أو رد رأس أو التهاب سحايا أو التهاب موضوع دماغ أو ارتفاع توتر داخل القحط ممكن يعطيني موضوع هاي الأعراض. بس هاي الأعراض ناجمة عن إيش؟ ناجمة عن حالة طبية عامة. فما بقدر بقول هذا الشخص اللي عنده رد رأس وعنده أور عنده ورم دماغي تيومر الزبرين، عنده ورم دماغي وعنده توهمات أو صار عنده إهلاسات، ولا بقول هذا شخص فصامي. بقول هذا شخص عنده أعراض، فرضا أعراض ذهانية أو أعراض ذهانية ناجمة عن إيش؟ ناجمة induced، ناجمة عن حالة طبية عامة. يعني هون أنا حتى أقول معناته أنا هذا المريض فصام لازم ما يكون عندي، أستبعد سوء استخدام المواد الأبيوز أو أدكشن لمادة،
طبعا المعدة بتعطي تأثيرات نفسية مثل هدول هلا فرضا المدمنين على الكبتاجون أو المدمنين على الترامادول وخصوصا بكميات كبيرة، أو بياخذوا مادة إدمانية مثل الحشيش مثل الأفيونات مثل المورفينات، اللي ممكن يصير عنده تظاهرات مثل ما قلنا، يصير عنده توهمات، يصير عنده الإحساسات، يصير عنده الانفصال عن الواقع، اضطراب بالسلوك، اضطراب بالكلام. بس هاي الأعراض ما بقدر بقول عنها انفصام، بقول اللي هي induced محدثة بمادة، اللي المادة أعطتني هي هاي الأعراض. أو مثل ما قلنا الحالة الطبية العامة، هذا الشخص اللي مثل ما قلنا عنده التهاب دماغ مثلا، أو هو عنده ورم دماغي، أو عنده ارتفاع توتر داخل القحف، أو أي شيء داخل الجملة العصبية المركزية، بنقول ممكن أشوف عنده هاي التظاهرات. بس هاي التظاهرات ما انفصام، هاي أعراض ذهانية ناجمة عن هاي الحالة الطبية العامة. فمعناتها أنا لازم كمان أستبعد اللي هاي التأثيرات ما ناجمة عن مادة أو ما ناجمة عن حالة طبية عامة. بقول لك كمان اللي حتى أشخص موضوع الفصام، معايير التشخيص اللي أنا اللي ليكون هذا الشخص مو فصام، ليكون هذا الشخص عنده، طبعا هذا الأمر شوي متقدم بالنسبة لكم، بس هو معايير تشخيص الفصام ليكون هذا الشخص عنده اكتئاب، وبعد الاكتئاب تضاف له أعراض ذهانية. هذا اكتئاب أعراض ذهانية وليس فصام. أو شخص عنده باي بولار أو ثنائي قطب ومعه أعراض ذهانية، يعني هجمة الهوس. الباي بولار مثل ما قلنا إنسان، هو شخص بيجي هوس وبيجي موضوع اكتئاب. ممكن اللي هذا موضوع الشخص اللي عنده فرض الهوس أو هجمة هوسية كمان يكون عنده أعراض ذهانية، أو اضطراب السكيزو افكتيف أو ما يسمى بالانفصام الوجداني. اللي لازم اللي هذول كلهم بيدخلوا في تشخيص تفريقي أو ديفرنشال دايجنوزيس، في تشخيص تفريقي مع الانفصام. لازم كمان أستبعدهم حتى أقول اللي هذا الشخص معه مثل ما قلنا معه انفصام. طبعا اللي أي اضطراب نفسي حتى أقول اللي هو اضطراب لازم في امباكت. يعني شو امباكت؟ لازم يساوي خلل، لازم يساوي أذية، لازم يساوي تراجع ملحوظ وواضح. لازم يقول لي يساوي خلل أو تراجع ملحوظ وواضح أو تأذي في واحد أو أكثر من المجالات الأساسية مثل الوظيفة المهنية، التعليم الأكاديمي، المجال الموضوع مثل ما قلنا الاجتماعي، او الخلل الموضوع الاجتماعي والعلاقات موضوع الشخصيه. يعني لازم هاي الاعراض اللي هاي الاعراض اللي عم بعاني منها الشخص تنعكس على موضوع تاذي. يعني تلاحظ تاذي، يعني هذا الشخص اللي صار عنده الاعراض كان بطل يقدر يدرس، ما قدر يكمل السنه الدراسي، ما قدر يقدر امتحاناته، بطل ينزل على الجامعه، رسب موضوع صار له 2 3 عم يرسم نتيجة موضوع هاي الأعراض. هاي ست البيت اللي صار عندها هاي الأعراض أو عندها هاي التوهمات وعندها الإهلاسات وعندها اضطراب بالسلوك واضطراب بالكلام، بطلت تشتغل في البيت، بطلت تهتم بحالها، بطلت تهتم بأولادها، ما بقت تقدر تحوس البيت، هملت موضوع حالها، ما بقت تعتني بنفسها، صار أولادها ساحوا بالشوارع، جوزها إلا شوي بده يطلقها نتيجة هذا الوضع، تمام؟ فصار عنده تأذي في الوظيفة المهنية. هذا موضوع الشخص اللي عنده موضوع فصام، العزل، بطل يطلع برا البيت، خسر موضوع وظيفته، خسر موضوع عمله، ما بقى يتواصل مع الناس، مين ما اجى لعنده ما بقى اللي لا هو يطلع يشوف الناس، ولا اذا حدا اجى لعنده يطلع يشوف. صار في تأذي في المجال موضوع الاجتماعي. فلذلك اللي الفصام معناته مو كلمة اللي نحن بنقول مين ما كان عنده شوية أعراض نقول هذا الشخص ولا فصل، أو هذا الشخص جن، أو هذا الشخص معه فصام. فمعايير تشخيص الفصام معناته أن المعايير الأساسية في المعيار A الذي يكون عنده 2 أو أكثر من الأعراض الأساسية اللي هي التوهمات، الإهلاسات، الكلام الغير منظم أو السلوك الغير منظم أو الأعراض السلبية، بده يكون عنده تأذي. طبعا ما بصير أي خلل أو اضطراب نفسي بدون ما يترك أثر. الأعراض مدتها 6 أشهر على الأقل، تتضمن شهر من هال6 أشهر أعراض أكتيف فيز أو أعراض الطور الفعال،
بدي طبعا اللي ما يكون هاي الأعراض ناجمة عن حالة طبية عامة أو سوء استخدام مواد، ودائما لازم أنفي أو ضال في بالي كتشخيص تفريقي اللي هو سوء استخدام مواد أو سوء استخدام مواد أو اضطراب اكتئابي بأعراض ذهانية أو انفصام الوجداني أو سكيزو أفكتيف. لحد الآن في حدا عنده سؤال أو تعليق أو حابب يستفسر على شيء ممكن نحكيه؟ بالشيء اللي قلناه؟ طب ممكن سؤال؟ ايه تفضلي، بس عرفينا عن اسمك. هلا على اهلي تفضلي. دكتور، هلا مثل ما ذكرت انه الانفصام لتشخيصه لازم يكون في اوهام وهلاسات، او وليس مع بعضهم، ممكن يوجدوا مع بعضهم. يعني قلنا النقطة كتير مهمة اللي التوهمات أو الإهلاسات. أنا ما بقدر بشخص فصام من دون وجود وحدة من هدول التنتين، إذا وجدوا التنتين فهو زيادة الخير خير. يعني شخص عنده توهمات وعنده إهلاسات أو تمام، عندي حقق لي معيارين هدول لحالهم بكفوا. معيارين، شخص عنده توهمات أي تمام، بقدر بشخص فصام. عنده إهلاسات تمام، بقدر بشخص فصام. بس شخص لا عنده توهمات ولا عنده إهلاسات وبدي أجي أقول عنده فصام، فهو في ألف إشارة استفهام على التشخيص. فيك تكملي. دكتور يعني كل مرضى الأوهام والإهلاسات بدهم يتطوروا لمريض فصام؟ التوهمات والإهلاسات هي شو؟ هي من الأعراض الذهانية. التوهمات والإهلاسات واضطراب الكلام، لأن اضطراب الكلام شو يعبر عن اضطراب بالأفكار، لأن الكلام هو مرآة الأفكار. اضطراب موضوع الكلام، اضطراب بالسلوك، والأعراض السلبية تمام، هي الأعراض تسمى بالأعراض الذهانية. الأعراض موضوع الذهانية، أو قلنا الذهان هو كلمة أعم أو أشمل، من ضمنها بدخل اللي بدخل تحتها المظلة هو الفصام. فالذهان هو كلمة عامة أو كلمة كبيرة أو مظلة كبيرة اللي بدخل تحتها مريض الفصام. حتى هذا المريض الذهاني أقول عنه فصامي، لازم يتحقق هاي المعايير اللي حكيناها. يعني إيه متى بقول هذا الشخص اللي عنده مظاهر ذهانية هو مريض فصام؟ هاي المعايير اللي حكيناها. ايه تمام دكتور تمام، بس انا سؤالي انه مريض اللي عنده اوهام او اهلاسات بده يطور فصام، اللي خلص بياخذ المرض منحى واحد وما بيطور فصام؟ هلا التوهمات والاهلاسات، اذا واحد عنده توهمات والاهلاسات شو بدي اقول المرض ولا كان؟ ايش بدي اقول مرضه طيب؟ ايه تمام تمام هيك؟ يعني التوهمات والاهلاسات مثل ما قلنا، التوهمات والاهلاسات او اضطراب السلوك او اضطراب بالكلام، شخص عنده توهمات او عنده اهلاسات او عنده توهمات واهلاسات، طب شو بدي اقول عنه؟ بقول عنه مريض، هذا مبدئيا هي اعراض ذهانيه، هذا عنده اضطراب ذهاني. طيب هل اضطراب موضوع الذهاني هل هو فصام ولا شغلة تانية ذهانية؟ إذا هل هو فصام ولا شغلة تانية ذهانية، بجي على معايير الفصام، الكراتيريا تبع الفصام. هل تنطبق عليه الكراتيريا الفصام تمام، الشيء موضوع اللي حكيناه، فهو مريض فصام. ما بتنطبق عليه معناته هو عنده اضطراب ذهاني تاني، لأن بالكلاسيفيكيشن تبع DSM-5 أو التصنيف للأمراض العقلية والنفسية، بقول لك الفصام والاضطرابات الذهانية المرتبطة به، المرتبطة بالفصام، الفصام والاضطرابات المرتبطة فيه. مثل إيش الاضطرابات المرتبطة فيه؟ يعني إحنا شباب مثل ما قلنا نوسع كتير وندخل في مجال التخصصي. أنا بس بقول لك الاضطراب رح نمر عليه، الاضطراب التوهمي. الاضطراب التوهمي يعني شخص بس عنده توهمات، ما عنده اضطراب بالسلوك، ما عنده اضطراب بالوجدان، ما عنده اضطراب بالمزاج، ما عنده اضطراب بالكلام، بس عنده توهمات. شو بدي اقول عنه هذا طيب؟ هذا اضطراب ذهاني، هذا اضطراب ذهاني وما هو انفصام، لاني ما انطبقت عليه معايير الانفصام. بس يا اخي عنده توهمات، عنده فرضا توهمات اللي هو في المخابرات الأمريكية مثلا أو المخابرات السورية هي عم تراقبه، هي عم تعرف كل تحركاته. أو أنا كنت موضوع بأجاني مريض قال لي أنا موضوع كنت بتركيا، لما كنت بتركيا ترك تركيا ورجع، لأني هو بحس المخابرات التركية
شو ما تحرك، شو ما طلع، شو ما راح، وين ما أجا، حتى هو بالشغل، هو برا، هو بالشارع، إذا دخل على المحل يشتري إنه اللي عبرامه، عنده توهمات مراقبة إن المخابرات عم ترابه. طب في شيء تاني باضطراب السلوك تاني عنده؟ ما في. في عنده هلاسات؟ ما عنده هلاسات. عنده اضطراب بالكلام؟ ما عنده اضطراب بالكلام. عنده اضطراب بالوجدان، يعني إن في عنده وجدان غير مناسب؟ ما عنده. بس هذا التوهم موجود عنده. طب لا له يا عيني، من اين انت جبت هالتوام؟ قال لي يا دكتور ليش انت ما بتعرف، او اني مالك اللي بتركيا، وين ما رحت، شلون ما التفتت في الشارع، بالبيوت، قدام المحلات، بالمولات، في كاميرات؟ قلت له هاي الكاميرات، يعني هاي الكاميرات موجوده، لان اللي عنده كل قبشان اذا صار شيء برجعوا لكاميرات المراقبه، لا اكثر ولا اقل. يعني مو المقصود اني بهاي الكاميرات او وجود هاي الكاميرات او اللي هن مقصود فيها انت او انت هن عبر ابوك لك، لاني اللي مستهدفين لك لك وبدهم يعرفوا تحركاتك او بيعرفوا، لا اللي مقصود انا وانا متاكد والى اخره. يعني هذا الشخص عنده توهم، توهمه هو المراقبه وما عنده شيء غيره. طب شو، هل بقدر بقول عنه فصام؟ ما بقدر بقول عنده فصام. شو اللي كان عنده؟ عنده اضطراب ذهاني. تمام، بقول عنده اضطراب ذهاني اللي نحن بنسميه هو ديليوجنال ديس اوردر او اضطراب توهمي، بس هو مو فصام، يعني ما انطبقت عليه مثل ما قلنا معايير الفصام. معايير الفصام الذي يكون عنده 2/5 بالطور الإيجابي، بده يكون مثل ما قلنا مدة الأعراض 6 أشهر على الأقل، بيناتها 2 بالأعراض الإيجابية. هو بالأعراض الإيجابية وأعراض الطور الفعال ما حقق لي غير شرط واحد، هو التوهمات. ما عنده هلاسات، ما عنده اضطراب الكلام، ما عنده اضطراب السلوك، ما عنده اضطراب، ما عنده أعراض سلبية، عنده شغلة واحدة بس، معناته ما حقق. شو لك يا دكتور؟ هذا عم توهم هذا، وكسر الكبلة ورجع على موضوع سوريا وبطل الشغل هنيك وأجى موضوع على سوريا نتيجة هذا التوهم. طب إيش نقول عنده؟ هذا اضطراب توهمي، بس هو ما في صامي، وهذا التوهم معناته بالاضطرابات الذهانية. وهذا الفرق مثل ما قلنا، الفصام والاضطرابات الذهانية المرتبطة به أو الاضطرابات المرتبطة فيه اللي هي مثل ما قلنا الشيء اللي حكينا. أي سؤال أو تعليق أو مداخلة؟ أي سؤال ممكن هيك نمر عليها؟ لأني تقريبا مثل ما حكينا الفصام هو صح يشكل 1% من الأمراض العقلية والنفسية، بس هو 60% إذا رحنا على مشافي الأمراض العقلية والنفسية بيشد، يعني بيشوف 60% من المرضى ل 80% الموجودين فيه هم مرضى فصام سكيزوفرينيا. فأقول له هو اضطراب كرونيك، اضطراب موضوع مزمن، هو من الاضطرابات اللي كتير موضوع سيئة. وكل ما طبعا اجى للشخص اللي عنده موضوع فصام اجى موضوع نوبات اكثر، كل ما بتدهور. والنظريه اللي حكينا عليها هي نظريه الانحدار، نظريه موضوع الانحدار لهذا الشخص، كل ما اجى هجمات اكثر او نكس اكثر، كل ما بنحدر موضوع اكثر في النواحي، التدلي التدلي موضوع الاقتصادي، التدلي موضوع المادي، بخسر وظيفته، بخسر عائلته، ما بكمل موضوع تعليمه، ممكن يشرد بالشوارع، ممكن يصير في الناس ترفضه، عائلته موضوع ترفضه، ما حدا يهتم فيه. هي نظرية موضوع الانحدار عند هدول موضوع المرضى. فهو مثل أهم الاضطرابات تقريبا موضوع العقلية اللي بنشوفها، اللي بنشوفه خصوصي موضوع في المشافي الامبيشن، وقلنا هي نسبته 1%. يعني إذا كان مثل ما قلنا في عندنا كلنا 25 مليون، فمعناته عندي 250 ألف شخص عند كان موضوع في سوريا. تمام، فالنسبة حتى موضوع النسبة هي موضوع نسبة ما قليلة أبدا. أي تعليق أو مداخلة أو سؤال؟ طيب إذا ما في تعليق أو مداخلة رح نحكي هلا على مثل ما قلنا رح نركز على الشيء المهم بالنسبة لنا، أو
الشيء خلينا نقول العملي بالنسبة لكم. هلا هو بتشوفوا بالمحاضرة راح تقروا اللي فيه سبكيشن للفصام، في تصنيف طبعا قديم حسب الاي سي دي 10، وفي تصنيف حسب الاي سي دي 11 والدي اس ام 5. هلا هدول موضوع التصنيفات، يعني هي التصنيف كان موضوع سابق لشخص الفصام لأنماط، يعني بقول لك أنماط سب تايبل أو تحت أنماط موضوع فرعية للفصام، هذا بعد موجود هذا التصنيف. صفة بقول لك اللي هذا الفصام فصام ذو مثلا أعراض إيجابية أو أعراض موضوع سلبية حسب المهيمن على الصورة السريرية اللي هذا الفصام شو وضعه، هو بتسيطر عليه الأعراض السلبية ولا بتسيطر عليه الأعراض الإيجابية. تمام، بعد هو التصنيف القديم. طبعا التصنيف اللي مو مهم بالنسبة لأن اللي ارتغى التصنيف القديم، والتصنيف الجديد أن الأعراض السلبية والأعراض الإيجابية اللي حكيناها اللي أن كل شيء يضاف للصورة السريرية هو أعراض إيجابية، وكل شيء بنحذف من الصورة السريرية عند الشخص الطبيعي هو الأعراض موضوع السلبية. طب هلا بنقول هل الإنذار الفصام هو جيد ولا سيء؟ هذا بيعتمد، الإنذار بيعتمد عدة عوامل، أو في عوامل كتير بتحدد اللي هذا الشخص، أن كل الأشخاص اللي بنصابوا بالفصام اللي نفس اللي بروحوا لنفس النتيجة أو بضلوا بنفس المسار، أو في منهم عجب اللي وضعهم أفضل، ناس كلهم عندهم فصام بس بقول لك اللي ناس أفضل من ناس، أو ناس الزارة أو البروغنوسيس عندها أحسن بالناس. بقول لك أول شيء اللي إنذاره جيد، الإنذار الجيد أول شيء الجنس أنثى. ليش قلنا الجنس أنثى هو إنذار جيد؟ لأن الإناث قلنا هن بنصابوا، الذكور والإناث بنصابوا بنفس النسبة، بس الإناث بنصابوا بشكل متأخر عن الذكور. الإناث بنصابوا بشكل متأخر عن الذكور، يعني الإناث بصيبوا المرض تقريبا بمنتصف العشرينيات، بينما الذكور بقول لك اللي بنصابوا في سن بين 15 وال 25 سنة، بينما الإناث من 25 لل 35. فهون للناس الزهرة أفضل لأني بنصابه بشكل متأخر، يعني بنصابه بشكل متأخر معناته هو يكون اكتملت لنا الشخصية، نضجت موضوع الشخصية، يكون الشخص كمل تعليمه، يكون الشخص صار عنده موضوع شخصيته مثل ما قلنا اكتملت، يعني صار فوق 18 سنة، ممكن يكمل مثل ما قلنا تحصيله الأكاديمي، ممكن اللي الشخص موضوع يتزوج، يجي موضوع أولاد، وإلى آخره، يعيش موضوع حياة موضوع طبيعية لحتى موضوع 25 أو 30 سنة، لبعد 30 سنة والله أجاه الفصام. بينما اللي بنصاب بالفصام بعمر 19 بعمر 15 سنة أو بكون صف تاسع، هذا شو شاف من حياته؟ شخصيته ما اكتملت، ما قدر يكمل تحصيله الأكاديمي، ما قدر يكمل خبرته بالحياة، ما تعلم مصلحة، ما بنى أسرة، ما صعب موضوع يتزوج أو تتزوج، وإلى آخره. فالإنذار سيء. الإنذار اللي الأنثى مجرد اللي الجنس أنثى فهو إنذار جيد. ليش قلنا؟ لأن هذول بنصابوا بشكل متأخر، فمعناته كمان بالحسن الإنذار والإنذار جيد لما الشخص بنصاب بعمر متأخر، يعني اللي بنصاب بالمرض مثل ما قلنا معناته بعمره 15 غير اللي بنصاب بالمرض وعمره 30، غير اللي بنصاب بالمرض وعمره 40. تمام، فكل البدء المتأخر للمرض هذا الإنذار جيد اللي يكون عنده قصة عائلية سلبية. قصة موضوع العائلية السلبية يعني اللي أنا مثلا بنسأل اللي في بأقار في بالحدا بالعيلة معه نفس المرض، يعني اللي أبوه معه نفس المرض، أمه معه نفس المرض، أخواله خالاته وعماته. وإذا القصة العائلية سلبية هذا عامل إنذار جيد. بينما اللي بيجيك بقول لك يا دكتور أبوه فصامي، أبوه مات هو منتحر، أو أمه مع موضوع اكتئاب، أو خواله عنده اثنين بخواله مثله، أو خالته عنده نفس المرض وكلنا نعالجه عند نفس الدكتور،
وباتت بموضوع المرض. فكإذا هون مثل ما قلنا لما يكون مثلا العامل الوراثي كل ما زاد اللي وجود قصة بالعائلية للإصابة أو زادت احتمالية المرض أكثر. قلنا لما المرض هو عند عامة الناس 1%، لما بقولنا واحد من الأبوين عنده فصام نسبة إصابة الأولاد شقد ترتفع لحوالي 12%، لما كل الأبوين فصام شقد ترتفع النسبة بتصير لحتى 40%. 40% شايفين كل ما معناتها وجود قصة عائلية إيجابية هي معناتها إنذار سيء، قصة عائلية سلبية الإنذار موضوع حسن، وجود بيئة داعمة يعني بيئة موضوع داعمة ومستوى مادي جيد عند موضوع الشخص عند أهله أو الداعمين له هذا إنذار جيد. يعني في أشخاص اللي بياخذوا على الدكتور مهتمين فيه وعبر عن وضعه وعم يعطوه الدواء، قادرين اللي يجيبوا له أدويته، قادرين اللي يتابعوه عند الطبيب بشكل منتظم، ممكن يجوزوه، ممكن يحطوه يفتحوا له أو يسووا له موضوع شغله ويشغلوه، دائما دايرين باله عليه، فهذا إنذار جيد للشخص. مو مثل الشخص مثل ما قلنا الشخص اللي عائلي موضوع مفككة، بيئة عائلية مفككة، خلافات عائلية، وضع المادي منحدر تحت الأرض، ما فيهم يشتروا له دواء، ما فيهم ياخذون عند دكتور، هيبليله كبوه، ما عاد يهتموا فيه، ما عاد يراعوا وضعه، تمام. فهذا انذار، يكون انذار سيء عند الشخص. الشخص اللي مثل ما قلنا هو متطوع على العلاج، بياخذ ادويته وبيلتزم بادويته، غير لما الشخص يكون غير متعاون وما ملتزم بالدواء بكون انذاره مثل ما قلنا انذاره موضوع سيء. فالعوامل الانذار مهمه، يعني اللي هل كل مرضى الفصام هل نفس الشيء بيمشوا بنفس الطريق؟ لا، ما بيمشوا بنفس الطريق. في مرضى الفصام، مرضى موضوع الفصام يعني كلهم مشخصين له انفصام، بس في ناس منهم انذاره جيد في حال وجود هاي العوامل، وفي ناس انذاره موضوع سيء، انذار الفصام عنده سيء نتيجة قلنا هاي موضوع العوامل اللي ذكرناها. طبعا قلنا بشكل موضوع أساسي الخلل في النواقل العصبية، لما نقول الكيمياء الحيوية بالنسبة للفصام هو خلل بشكل أساسي هو في الناقل أو ترانسميترز اللي هو الدوبامين. الخلل موضوع بكون على مستوى النواقل العصبية، بكون على مستوى الدوبامين. قلنا الإنسان أو الشخص هو بورس الاستعداد للإصابة، الاستعداد للوراثة للإصابة، الاستعداد هو شرط لازم لكن غير كافي لأن لا يصيب الشخص فصام. يعني اللي أنا ورتاني الاستعداد بس بدي عوامل تانية لحتى تطالع عندي هالاستعداد أو تقدح الزناد اللي هي مثل ما قلنا ممكن تكون هي عوامل بيئية أو شدات موضوع شدات محيطية، نمط موضوع الشخصية، الكروب والخبرات الصادمة اللي ممكن أنا أتعرض لها أو أتعرض لها موضوع في الطفولة أو أثناء موضوع المراهقة، فهدول ممكن يقدحوا الزناد أو يفجروا هذا الاستعداد الوراثي اللي أنا موجود عنده. هل مرضى الفصام بنوا حياتهم بالانتحار؟ لعب في جزء يقدر بحوالي أكثر من 20% من مرضى الفصام بنوا حياتهم بالانتحار أو يقدموا على الانتحار. طب قل لي مريض الفصام، مريض الاكتئاب اللي مثل ما راح نشوف، لأن مريض الاكتئاب ليش بنتحر؟ بنقول لك لأني الاكتئاب هو من أهم أسباب الانتحار، 50-70% من الأشخاص اللي بنتحروا يكون عندهم اكتئاب، لأن بالأعراض الأساسية للاكتئاب هو الانتحار. يعني الانتحار هو عرض أساسي من أعراض موضوع الاكتئاب. الشخص اللي بيكتئب بقول لك يا أخي بجي إلا أفكار معاودة عن الموت أو أفكار انتحارية أو بقدم على الانتحار أو ممكن ينهي حياته بالانتحار. فالانتحار هو من الأعراض الأساسية للاكتئاب. يعني الاكتئاب يعني كل شيء أسود، يعني يأس، يعني لوم ذات، يعني تقاصر موضوع بالمستقبل، يعني نظرة سوداوية، يعني تقييم موضوع سلبي، يعني اللي ما في شيء، اللي واحد ليش أنا عايش،
ليش أنا بدي أكمل حياتي؟ أنا مستحيل أقدر أكمل حياتي هيك، أنا أموت وأرتاح وما حدا بحس فيني، إذا متت موضوع أحسن لي تمام. فالاكتئاب من أعراضه موضوع الأساسية مثل ما قلنا هو الانتحار. طيب ليش مريض الفصام لك بنتحر؟ مريض الفصام بنتحر لأنه ممكن يكون مثل ما قلنا هو عنده إهلاسات آمرة اللي تأمره بالانتحار، يعني روح من الإهلاسات، اللي قلنا الإهلاس هو إدراك دون وجود منبه خارجي، يعني بس هو الشخص عم يسمع هذا الصوت، بقول له روح شلوف حالك، طلع فوق على السطوح وشلوف موضوع وزد حالك، روح ارمي حالك قدام موضوع السيارة، روح جيب سكين وقتول حالك، روح علق حبله وشلوق حالك. يعني هاي الإهلاسات السمعية الآمرة ممكن تدفع الشخص ليروح ينتحر، أو ممكن شخص موضوع اللي عنده موضوع فصام اللي يصير عنده اكتئاب، ولا الاكتئاب الانتحار هو من أهم أعراض موضوع الاكتئاب، ممكن هو يقدم على الانتحار نتيجة الحالة موضوع النفسية أو حالة موضوع الاكتئاب اللي ممكن يمر فيها. وبقول لك اللي 80% من مرضى السكيزوفرينيا اللي على طول مسيرة موضوع حياتهم ممكن يتعرضوا لاضطراب موضوع اكتئابي، لاضطراب اكتئاب. فمعناته ان الشخص اللي عنده فصام ليش ممكن ينهي، او هدول الاشخاص اللي عندهم فصام ليش ممكن ينهوا حياتهم بالانتحار، اللي ممكن انه يكون السبب اما اهلاسات سمعيه آمره تؤمره بالانتحار. وعندنا هلا بالمشفى بصرمدة في عندنا مريضة عندها 3 محاولات انتحارية وطالعوها من العناية وجابوها على المشفى، اللي نتيجة اللي ليش بدك تنتحري أو ليش اللي هي أقدمت على الانتحار أو حاولت تنتحر، نتيجة الإهلاسات الآمرة أو الأصوات الذراسة اللي عم بقولوا لها روحي روحي انتحري، روحي اشربي موضوع حب، أو روحي جيبي سكين وضربي حالك، واللي هي حياتك ليش عايشة وليش تكملي تمام نتيجة هاي الإهلاسات الموجودة عندها. فمعناتها الانتحار هو مثل ما قلنا كمان اللي عرض بهم، بل ممكن أشوفه عند مرضى الفصام، ومثل ما قلنا حوالي من 20 ل 50% من مرضى الانتحار ممكن يشوف عنده سوسايد أو اللي اتمت أو محاولات موضوع انتحارية، أو ممكن ينجحوا هن بالانتحار وينهوا حياتهم موضوع بالانتحار. وهي هي مثل ما قلنا الأسباب. أنا خلصت هيك اليوم المحاضرة، ممكن تبعت لكم إياها طبعا آسيا عشان تقروا، يعني تقروا الموضوع بالتفصيل. مثل ما قلنا حاولنا اليوم اللي نحكي بشكل عملي أكثر ما اللي نمشي نحكي كلمة كلمة بالمحاضرة تمام. هي المحاضرة انفصام الدين اللي ممكن تبعث لكم إياها آسيا إن شاء الله. أي سؤال أو تعليق أو مداخلة قبل ما ننهي؟ إذا في شيء ما واضح أو في استفسار أو في تعليق. إحنا الشيء اللي حكيناه عن مريض الفصام، طيب إذا ما في أي شيء نلقاكم بإذن الله يوم الأحد القادم على نفس الموعد وإن شاء الله وتعالى خير. يعني الأمور هي المحاضرات هي متصلة مع بعضها، فبتمنى إن شاء الله تتابعوا معنا لأقل شيء، يعني تتصفحوا هاي المحاضرات عشان ما يصير في كت، لأن المحاضرات هي الفصام مثلا وبلشنا بالزهان على أكثر محاضرة والمحاضرات كلها موصولة في بعضها. فإذا أنت ما عندك اطلاع وما قريت على الشيء اللي حكيناه ممكن يصير عندك، يعني إذا واحد شخص يعني حضر معنا فرض المحاضرة القادمة هو مو قريان ومو حضران سابقا، فممكن ما يعرف نحن بالأصل عن شو عم نحكي أو إيش موضوع عم نحكي، اللي المحاضرات مثل ما قلنا مرتبطة ببعضها، هي المحاضرات الزهانية ومحاضرات الفصام. تمام، الله يعطيك العافية وإن شاء الله تظلوا بخير. السلام عليكم ورحمة الله. شو المحاضرة القادمة حكيم عنوانها؟ السلام.